السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في الحلقة السادسة من لعبة فاونتن اوف يوث ينبوع الشباب. اللي ما شاف الحلقات السابقة أنصح يشوفها عشان يفهم علينا القصة. باختصار نحن جينا إلى هذه الجزيرة عن طريق ثلاثة سفن ندور على ينبوع الشباب. اللي يشرب من هذا الينبوع حيصير شباب. خرافات، كله كلام خرافات. المهم الثلاثة السفن لما قربنا من الجزيرة تفرقت عن بعض. واحدة من السفن اللي أنا فيها والكابتن فيها اسمها سانتياغو اتدمرت، وأنا جيت على الشاطئ هنا وما كان في أحد حي معايا. اكتشفت بعدين أنه القبطان كان موجود ودخل في الكهف هنا، وبعدين سمع صوت قنابل من السفن الثانية فأخذ القارب حقه وراح. أنا أخذت المنظار طلعت فوق أعلى هذا الجبل وشفت جبل فيه دخان، فلازم مهمتي أني أسوي سفينة وأروح لهذا الجبل. نحن المرة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت بنينا مينا، شوفوا المينا اللذيذ حقنا، حنسوي هذه الحلقة إن شاء الله بإذن الله سفينة عشان نبحر فيها إلى هذيك الجزيرة. طيب قبل ما نبغى نبدأ ونسوي السفينة حقتنا، بصراحة في عندي مهمة ما سويتها اللي هي هذه المهمة حصلناها فوق راس الجبل، وشفنا انه في ثلاثة اماكن، واحدة حقت دجاجة اظن، واحدة حقت حية، واحدة حقت مدري ايش. نحن رحنا المنطقتين، لو تلاحظوا هذا المنطقة اللي في الجنجل شفناها وهذه المنطقة اللي في الجبال شفناها، يبغالنا اللي في السفانة، واظن والله اعلم انها فين، انها هنا مكان السبيشال اوبجكت هذا اللي ما اخذته. فانا اروح لهذا المكان واشوف ايش فيه، يمكن احصل فيه شيء، لان هذه مهمه جانبيه ما هي مهمه اساسيه. بعدين ابغى امر على المناجم، هذا مكتوب انه بيزيديان، انا ما اعرف كيف فاتني، فخلينا نجمع الاوبيزيديان. شوفوا الفاس الاوبيزيديان اللي معايا، والله شكله خطير. فخليني اروح اجيب، لانه خاصه شوفوا بيغلق، ابغى اسوي له ريبير. كيف حسوي له ريبير اذا ما عندي اوبيزيديان؟ طيب فناخذ العربيه اول شيء نتاكد انها فاضيه. شوفوا العربيه بالويت، بعض الناس يقولوا لي، بعض المتابعين يقولوا لي انت ما تاخذ الاشياء معك، كل شيء تتركه. لا والله انا اخذ كل شيء اقدر اخذه، لكن بعض المرات زي كذا الويت ما يسامحني، ما يسمح لي، فعشان كذا اضطر اني ارجع اروح وارجع اروح ارجع. بس ان شاء الله باذن الله على الاقل نمليها اوبيزيديان، ما نحط فيها اي شيء ثاني. اذا حطيت فيها اي شيء ثاني الدنيا علقة. أظن وراء هذه الجبال، أظن والله أعلم إن وراء هذه الجبال ماني شايف شيء. طيب والله وصلنا، المنطقة جميلة بصراحة. شكله هنا في منجم، لحظة نشوف. إيه شوف المنجم هنا قدامنا، شوف الشكل الغريب، هذه الصخرة العجيبة بصراحة. هذا الشوك عورني، الله الشوك عورني. أهم شيء ما تكون في عندي حياة. أخي انقهر لما أشوف عصيان مرمية كذا، لا لازم أخذها معايا. طيب يلا خلينا ناخذ ندور. يا سلام هنا ايش في؟ اوه بيزيديان، وبيزيديان يا حبيبي. وهنا ايش؟ الحمد لله جبت معايا ايش، يا سلام. اوف 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 فين انا جبت معايا ال ايوه شوف جبت معايا ستول بيكاك. خذ اوبيزيديان يا حبيبي، خذ اوبيزيديان. اقدر اشيل؟ ما اقدر اشيل، حرميه في الارض. ايوه ثمانية، يا سلام. جانا الليل اصلا وانا قاعد ادور على اوبيزيديان. تعال يا حبيبي تعال، ايوه قرب هنا، قرب عشان اقدر اخرج من هنا. شوف اللعبة تعقيد كذا، عشان اقدر اخذ الاوبيزيديان واحطه فيك على طول. وفما لا مو اف اي اي ايوه، خذ الاوبيزيديان هنا، باقي كمان اربعة في الارض، شايفين؟ على طول عبة، على طول الواحد الاوبيزيديان مليان. طيب ما في نحاس، لاني برضو احتاج نحاس. فين راح الاوبيزيديان هنا؟ ما في نحاس. خلينا استني اسوي ضوء. ايوه خلينا نولع الدنيا عشان نشوف في اوبيزيديان كمان ولا خلاص نطف. شفطناه، يقول لك تعال بعد 20 يوم. بس شايف في منجمين كمان هنا، نروح ناخذ يا حبيبي. ما شوف الاوبيزيديان هذه كانت بتروح علينا، الله انك انت. انا ما حسبت، ان شاء الله حسوي دحين كمان رمح اوبيزيديان واسوي كل ادوات الاوبيزيديان. والله انا تعبت. شوف في حجر هنا، بس في حجار، والله ما اقدر اقول لا للحجار، ما اقدر اقول لا للحجار. تعال خذ الحجر هذا من عندي يا حبيبي، لانه السكينه المعفنه هذه ما يصير لها ريبير، احط عليها ما يصير ريبير، ماني داري والله كيف. اقول لك خليها بس يمكن بعدين نرميها. طيب تعال ايوه نمشي، يا سلام. خلينا نستفيد ايش الفرجات الجميله هذه. والله فرجات غريبه بس كذا شكلها. يلا خلينا نروح ندور كمان على الاوبيزيديان، نبغى كثير. يقول لك في برتقال، في شجر برتقال، انا ماني شايف شجر برتقال، يمكن الطيف يعرف. شوفوه هيا طيف، شكله طيف مزارع، يقول عنده مزرعه صغيره في البيت. يا سلام برتقال لذيذ، يعالج على الزكمه، خذ
يلا خذ خذ ايه ومشي الوقت حيجينا النهار، بس اهم شيء تستمر، لا تغلق علي، لا تغلق انا ما خذ 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 4 برتقالات. والله جمعنا برتقال كثير، اصلا احنا الحين نبغى نترك الجزيره لازم يكون معايا اكل، فجيب برتقال وسمك وحكايات. يلا يلا خذ خذ، انا رحت قلت ما ابغى اجيب لو بزيد، رحت جمعت الدنيا كلها. يلا اوف، اشياء مكسره كل ما اصلحها يا الله تتكسر، شكلي يبغالي احول على الجلد، احول على الجلد. ايش الورد الجميل هذا اخذت منه انا صح؟ جمع جمع يا حبيبي، ايش وراك؟ ايش ورا الله المشكله؟ انا اقول لك ايش ورايا، ورايا انه الوقت يمشي والاستمنه تروح واكل هواء. اوف اوف، ايش هذا؟ لحظه لحظه، حط الرمح، الرمح ايوه ايوه ايوه، لا عندي الرمح موجود، واحد فين راح؟ تعال انا ابغى جلد، والله ربي جابك ربي أح لا 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 انتبه انتبه، تعال يا حبيبي تعال، ليه تشرد؟ ايوه تعال تعال، يا سلام يا سلام، ابغى الجلد حقه هذا، هذا جلد ما يعني ما ينفع، فين الجلد؟ ابغى فرش، ما ينفع. يا الله خذ خذ كل شيء منه حتى لحمه، ما عندي. يقول لك شوف شوف السكينه معفنه، سكينه معفنه، يقول لك تغلق، كيف اصلحها؟ كيف اصلحها؟ ارميها ارميها معفنه هذه، ايوه ارميها وارمي الثانيه واروح اسوي لي سكينه، عشان ايش؟ عشان اقدر اخذ الجلد حق ال الله يا دولة. خذ 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 خذ، لا انزل اديني الحجره، هذا الحجر اللي كذا، اول ما كنت ادري على الحركه هذه ترى، بعدين اروح اقول له كرافتنج واقول له الحجره الكبيره اللي عندي هذه يا حبيبي كسرها الاربع حجرات صغيره، طيب والحجره الصغيره هذه سوي منها سكين، سوي منها ايش؟ سكين، يبغى لي السكين معفن، يبغى لي اشوف السكينات الثانيه الحين ان شاء الله اسوي اوبزيديان. فلا هذا العظميه يقول لك يبغى لك، والله عندي عظم بس ما اقدر اسويها، فين فين السكينه العاديه؟ هذه السكينه العاديه، سوي حبيبي سوي، ايوه سوينا واحده، طيب نحط لك الحجار هنا، نشوف كيف التعقيد، انتم معقدين معقدين. وهذه ارميها، قلت لك هذه السكينه هذه هذه ارميها، طيب يلا خليني اروح احفر فيه، فين راح؟ اضغط الفي يا حبيبي، اضغط الفي، رضا يا حبيبي هو اللي يقول لي دائما تنسى، وخذ كل شيء. ايش يقول لك؟ طيب السكين هذه ما تقدر تاخذ كل شيء، طيب ناخذ ناخذ الاشياء المهمه، خلي اللحم، ناخذ العظم مهم، وناخذ الجلد مهم، راسه مو مهم. يلا ها طلعنا ليفل 2، والله ماني عارف صرخناه، وكم عندنا 55، والله هذه تخرب علي، هذه تزود لي الوزن 22، هذه اخذتها من السفينه، يعني اذا الحين لازم اصلحها، ايش يبغى لها عشان اصلحها؟ يبغى لها جلد، جلد ليذر يعني لازم. طيب طيب لما نرجع القاعدة نظبطها هناك، خليني دحين بس اخذ العربية حقتي واكتشف الاماكن، والله المكان رهيب هذا، في شيء هنا ما اكتشفناه، سلطعون كوكونات هنا، هذا ايش؟ لونج ستيك، لا ابغى ارجع للمنجم هذا، فين رايح انا؟ انا شكلي رايح مكان غلط، المنجم فوق هو، يلا خلينا ندور على فوق هنا، نطلع على فوق. يا سلام على الحجار، يا سلام على الحجار، ما اقدر اقول لها لا، معليش معليش، سامحوني سامحوني، انا قلت لكم اضربوني. في في حيوان، في شوف هذا هذا انا نسيتك يا حبيبي، انا نسيتك، انت فينك؟ فينك اصلا؟ فينك؟ ها تعال 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 تعال، ما اقدر اسوي ايه، اديك انت وشكلك، انا ساير قوي اصلا، انا شوف حتى هو ماني قادر اشيله، ماني قادر. ليه هذه ارميها ترجع؟ ليه كل ما ارميها هذه ترجع؟ الله حتى هذا، يلا يلا خذ الحجاره هذه ونمشي. شوف كيف الاوبزيديان، شوف كيف الاوبزيديان يا شيخ، يمل القلبي، وقرب العربيه ليه ما توصل عنده، عشان لا يقول لك بعدين ما تقدر تشيل. ونحط هنا وثمانية اوبزيديان، اوبزيديان ينطع اوبزيديان، طلع هذا مو كهف، كنت احسبه كهف، حتى طيف كان يحسب كهف، لا بس هذه عباره عن ايش؟ عن يعني انك تجمع معادن. طب انا ابغى نحاس، حاسس انه ابغى نحاس 51، اللي شوفوا 51، فحضطر انه اذا امتلى 80 اني ارجع. طب اظن اخذنا اوبزيديان ما فيه كفايه، خلينا نروح المكان هذا، شايفين؟ المكان هذا خليه، والانرجي حقتي قامت تروح، يا الله. بعدين يقولوا لي ليه ترجع؟ انا ما اقدر ارتاح، خليني ارتاح هنا، المشكله لازم اسوي لي سرير، خليني اسوي لي سرير، ناخذ هنا ورقه شجر النخيل واسوي لي سرير، صراحه ما ابغى ارجع القاعده حقتي بعيده، فنحط هنا عشان الانرجي، شوف الانرجي عندي صفر، والمويه عندي جايب معايا مويه الحمد لله. طيب خلينا نحط سرير هنا، صدقوا هذه ما عمري استخدمتها، يقول لك تبين لك تحط لك دخان، تبغى لها هذا، وتبغى نحط العصيان، وتبغى من الناشف، خلينا نجيب من الناشف هنا. ايوه والله ماني قادر امشي، ماني قادر امشي، وعطشان،
طيب خذ هذه اول مره، ترى اول مره اسويها، عمري ما سويتها قبل كذا، بس تطلع دخان اظن. حتوريك مكان في الخريطه، اوه تحط لك مكان في الخريطه، الله يا خطيره خطيره حقت. طيب هذه ولعها يا حبيبي، ولعها. ايوه حطينا عصير، جانا النهار اصلا احنا قاعدين، انا ابغى انام ابغى انام. ايوه رجعت نص الاستامينه، نص الاستامينه رجعت. طيب يلا خليك انت مولع هنا حبيبتي، انا انا هروح للمكان اللي فيه اللوكيشن. والله عطشان عطشان، في مويه؟ جبت معايا مويه ولا ما جبت معايا مويه؟ شكلي حاكل هوا، اتذكر كان معايا عصير. ويلا يجيني هذا كمان يفقشني. يا الله اطلع اطلع من هنا. ايوه فينه فينه هذا؟ تعال تعال بنط بنط يا حبيبي. طيب ابغى اشرب، فين العصير؟ فين راح العصير؟ والله حرام عليكم العصير هنا. طيب اتذكر انه هنا كان في مكان اشرب مويه، شوف هنا في محق مكوي. طيب خليني اروح اشوف هذا، اوه ليفنج ووتر. اقول لك خليني اروح هنا، شايف هناك في مكان مويه، وهناك في المكان هذا الثالث اللي ما جينا. خليني اول شيء اروح اخذ مويه، مره عطشان مره عطشان. ايوه ايوه شوف هذا المكان مويه، وبعدين ايش كمان نحصل عنده؟ طين، نحصل طين، نبغى ناخذ كل الطين اللي في المنطقه. ايوه يا حبيبي شايفين الطين؟ شايفين الطين هنا؟ يا سلام. خذ الحجار هذه، لسه كم عندي الوزن؟ الوزن ما يسمع ما يسمع. خليني اول شيء اخذ مويه، اشرب مويه عشان ايوه ها يا سلام. وعبي كمان، خذ درينك 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 للاخير، والله ما يكفي اصلا، شفط المويه حقت البير كلها، وهذه تيك وهذه تيك. يا سلام اخذنا مويه معانا وشفطنا كل المويات اللي هنا، نقدر ناخذ الاشياء اللي هنا، ناخذ الحجر هذه. اتركك من الحجر، اترك من الحجر، خلينا نفطين حجار. قديش ايش هذا؟ اي والله مشروب. طيب خذ خذ بس الطين، حجر الطين نحتاج كثير حجر الطين. وهنا تعال فيها كم حجره موجوده عند الباب. يا سلام يا سلام، خذ هنا حجره وحجره. نبغى اليوم ان شاء الله باذن الله نسوي كل اشياء الطين. صدق اني سويت فحم وما انا عارف ليه ايش احتاج الفحم. ممتاز، الحين نروح ليش للمكان اللي شفناه. فين المكان اللي شفناه؟ اظنه كان هنا في هذا الاتجاه. يا شوفوا هنا، شوفوا البوابه هذه، هذه ما جيناها، اظن هذه هي نهايه المشن. ايش يدينا مكافاه؟ ان شاء الله مكافاه حلوه. بس والله بس شوف بوابه كبيره، وايش في عنده؟ عنده شجر صغير، عنده شجر هنا ناخذ. اوه شفت المهمه انتهت، المهمه انتهت، بس انك وصلت هنا. طيب في شيء؟ اوه شايفين ها ليفنج ووتر، كم عندي مويه؟ والله لازم اشربها عشان شكلي حتغلق اللعبه وما شربت اي ليفنج ووتر، صح؟ في شيء بيهجم علي. ايوه تعال 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 يا حبيبي، حيوانات ابغى حيوانات، تعال تعال تعال. يا سلام، ايوه ايوه تعال. هيا يا حبيبي، ما تبغى تضارب؟ ما تبغى بطلت؟ هو على كيفك؟ يا سلام، خلينا ناخذ التندون هذا مهم، التندون هذا مهم، والعظمه مهم. طيب نحن الحين قلقنا من هذا، قلقنا من المهمه هذه، بس ابغى اروح اشوف هذه، معقوله ما اخذت منه شيء هذا؟ خليني اروح اشوف. يلا، كيف المكان هذا نسيته؟ كيف ما جيته؟ وفي بيرك، والله يبغالي احط هذا. ايش يبغى؟ يبغى جاروف، عندي جاروف. ايوه حلو، شيل ابوي. ايوه اسهم اسهم، حصلنا اسهم عظام. يا سلام، اقدر استخدم الباو، اقدر استخدم الباو، بس كذا هذا العظام اللي حصلناه هنا. يا سلام، خذ ناخذ خذ، لا تخلي شيء. ايش هذا؟ هذا والله اخذنا اشياء مره كثير. طيب يا وهذه واحد بيرك، والبيرك لازم نحط فيها يا حبيبي، تغلق اللعبه نحن ما حطينا في البيرك. حط اتعلم، عندي خمس نقاط، اتعلم الثالثه، الثالثه يقول لك تولد لك الحيوانات الخطيره، يقول لك هذه تفك لك واحده من البوشنات. اتعلم يا حبيبي هنا واحده، والاكل ابغى الشرب، الشرب ايوه في شيء. ايوه ايوه الشرب والله اتعفي، فخلينا قوي. جات نقاط مره كثير، وبعدين هنا نحن كل ما نسوي شيء من الاشياء هذه تنفتح لنا نقاط، لازم نقعد نشتغل. طيب نحن كذا، يا سلام خذ العظام، اظن كذا شطبنا اخذنا. ايش في؟ لا يقول لك في نجمه هنا، في شيء ما... يا س... يا سلام، كم قطعه جبنا؟ اربعه اظن، باقي لنا واحده قطعه. معقوله؟ طيب ما في اي كل الاماكن اخذناها. الورقه هذه صدق ما اخذناها، يبغالي اروح اشوف ايش الورقه هذه. يا سلام، جينا على الغروب وهنا مكتوب في ورقه. لحظه لحظه، ايش الورقه هذه؟ غريبه والله، غريبه الرسمه هذه. طيب اخذنا شيء فيها؟ ما اخذنا فيها ولا شيء. حلو، يلا خلينا نرجع القاعدة حقتنا. خلاص القاعدة حقتنا هنا شايفينها، والله الهيلث حقي العدم، بس قربنا والله. شوفوا البيت حقنا خطير صراحة، البيت مرة عاجبني البيت. شوفوا كيف بيتي، العشة والقرنبة حقي والمينا، لعبة روعة، رسوماتها مرة روعة. اوكي اول شيء نسويه ابغى اشوف حق الجلد هنا، انا جبت جلد معايا كثير، ليه ما يرضى؟
ليه ما يرضى الجلد؟ اظن لازم نروح اول شيء في التانر هناك. خلينا نشوف ايش الحكايه. شايفينه هذا الجلد؟ ايوه حلو حلو. سوي لي واحد يا حبيبي، سوي لي واحد. ممتاز والله جانا الليل. سوي انفتحت لي اثنين ريسبي انفتحت. اهم شيء حقت السفينه، ابغى اسوي السفينه. فين يا حبيبي؟ اطلع. والله البحر خطير، ري كذا تحس فيه براحه لما تشوفه. تفتح هنا وتقول له ابغى السفن. ايوه عندي سفينتين هذه. وليه هذه ما تنفتح؟ ايش المشكله؟ هذه ايش ناقصها؟ كل باقي لها هذا الشيء. ايش الشيء؟ لازم يكون جلد ناشف. طيب نحن نسوي هذا اول شيء. ايش اللي ناقصنا؟ يبغى اثنين لوك وخمسه نرو ليف. كله عندنا، بس اللهم نجيب ايش؟ نجيب اللوك ونجيب الليف. قرب كذا ونلصقها. شايف؟ نجيب الاشياء اللي عندنا نقدر نحط فيها. طيب لازم نجيب اللوكات، اثنين لوك. هذا كيف كم اللوك؟ طيب لازم نرميها هنا. فين جانا الليل والانرجي حقتي قليله. طيب ابغى اجيب العربيه حقت اللوكات عشان المطلوب مني اثنين لوك. ايوه عندي هنا، يا سلام موجوده ومليانه يا حبيبي. تعال يا لوك، تعال اشيلك واحطك في السفينه. السفينه تحتاج لوكات. ها يا سلام كذا، يا سلام حطينا اللوكات والله بالعافيه. طيب نجيب ذحين النارو ليف. النارو ليف يا كثر عندنا هنا. اوكي حط هنا. حلو يا سلام. يقول لك والله استمنه. واو والله سفينه خطيره. وجبنا سرير فوق السفينه. طيب انا قاعد اتدمج. ليه اتدمج؟ لازم انام. طيب يلا خلينا ننام. نفتح هذا، نفتح الفاير وننام. فتحنا. استني انا فين العربيه حقتي؟ ما فيها جلد اظن. لازم الجلد هذا. ايش هذا؟ هذا في نوعين من الجلد، في الفريش. ايوه تعال 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 تعال, تعال. استني اظن لازم الفريش نسوي له اول شيء بروسيسنج. طيب حلو. بعدين وجانا النهار ونحن قاعدين وانا ما نمت. بعدين اظن لازم نحطه هنا عشان يجف. يا سلام يقول لك 18 ساعه. شوف كيف عطوا، والله اللعبه هذه بيسووها واقعيه زياده عن اللزوم. طب خليني انام شويه، انا مره تعبان. شوف الاستمنه حقتي منتهيه. ما ينفع كذا، نام يا حبيبي نام. يا سلام تعبت الاستمنه والشمس حاره وامورنا كلها خضراء، كلها خضراء. هذا ايش هذا؟ هذا جديده اول مره اشوفها. بيلدينج هاوس يقول لك هذا يحمي ضد الجو. طيب حلو اوكي. ايش في؟ خلاص هذا اغلق ولا لسه؟ باقي له تسع ساعات. طيب خلينا اشوف اقدر ابني طاولات جديده. خلينا نشوف الطاولات الجديدة. لازم نبني كل الطاولات، كل الطاولات ان شاء الله لازم نبنيها. يا سلام هذه يبغى اثنين سبليت لوك. طيب خليني اروح اجيب هذا اللوك اللي هنا. وعندي الطين، انا جبت الطين. حلو الله يرجين. حط طين. احلى شيء انك تدفها بظهرك فما تشوفها قدامك تضايقك. اوكي حط يا حبيبي هنا. خذ يبغى سبليت لوك. سبليت لوك هنا ولا هنا؟ لا هنا. طيب سوي سبليت لوك. يا سلام يا حبيبي. هذا ما سوينا، هذا ايش فائدته؟ هات واحد لوك يا حبيبي خلينا نشوف. ايوه جيب هنا الله يسلمك وافتح لنا هذا. هذه فتحناها سوينا وما تصدق. هذا سوي واحد هذا. ايوه في شيء انفتح؟ ماني عارف. طيب هذا سوي لنا منه كمان. نجيب واحد لوك، نغلق اللوكات. ايش عندنا؟ لانه بعض المرات لما تسوي شيء يفتح لك ايش؟ يفتح لك بلو برين. يقول لي هذا تقدر تبنيها وتحط فيها المويه، يعني اقدر اشيلها معايا ولا لا؟ ما اعرف. حطيناها. ايوه حط كل شيء. ايوه والله جانا الليل. ايش في؟ بس تعبيها مويه يعني تحول المويه كذا عليها. الله ولا عصير؟ هو في نص عصير ونصها مويه. طيب نقول له هات. ايوه تحطها هنا. طيب خطير. طيب تنقل المويه. يقول لك هذه والله خطيره شكلها. شوف كيف شكلها. ايش هذا؟ جانا الليل. توبنا نحن نمنا وجينا الليل على طول. ايش هذا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الشنطه خربت علي. ابى اسوي لها ريبير يا حبيبي. يقول لي يبغالي من الليذر. فين اجيبه؟ هذا ما اعرف صراحه. وهذه الشنطه كانت تزود لي 22. يا حلاوه. يلا خليه في شنطه ثانيه كمان تظبط لنا. هذا الشنطه خلينا نسويها. المشكله دحين حطينا الشنطه هذه. هذه الشنطه بس تزود لي 10. القديمه تزود لي 22. والله القديمه كانت ممتازه. طيب خلينا نحط هنا لما نسوي الجلد. نقدر نظبطها بصراحه. مهمه والله، مره مهمه الشنطه. هذا زعلان عليها، انا زعلان عليها. طيب ابغى اسوي للبيك اكس هذا. شوف بينتهي. بسوي له ريبير. يبغى اوبزيديان عندي، اوبزيديان هنا بالهبل يا حبيبي. اشر عليه
وقول له ريبير وشوف كيف ريبير. ابغى اسوي السكينه الجديده، في سكينه جديده وبزيدين. جيب العربيه معانا هنا، سكينه جديده وبزيدين. فين السكينه؟ هنا. ايوه هذه، خلينا نجيب نقوي نفسنا. ايوه هات هات من عندك هنا. يا سلام، اخيرا انفتح كمان بلو برنت. طيب خليني دحين اشرب مويه من هنا، من هذا اللي ما تغلق، المفروض ان هذه ما تخر. طيب ايش في اشياء ثانيه نبنيها؟ هذا الجلد ما غلق، ما غلق الجلد والله. فينش اخذه، انفتح لي شيء ثاني. 11 شيء انفتح، اوه في اشياء كثيره انفتحت. هذه تزود 16، بس ايش مشكلتها؟ مشكلتها يبغى اثنين درايت، انا ما عندي الا واحد. طيب ايش في؟ والله فتحت اشياء كثيره، يبغى لنا شغل في الجلد، يبغى لنا شغل. طيب ايش في كمان طاوله نقدر نسويها قبل ما نمشي ونترك الجزيره؟ انا ماني عارف حنرجع ولا لا. هذه والله مهمه، هذه مهمه. طيب نحطها. يا سلام، ايش تحتاج؟ شوف الاشياء اللي تحتاجها، تحتاج سبليت لوك وهاف لوك. هنا حطيناه نعرمناه. يلا خلينا نبني هذه، ماني عارف ايش تسوي لنا. ايش اشياء تسوي؟ تسوي هذه وتسوي هذه، خطير والله، قمنا نتطور. طيب ايش في طاولة ثانية كمان نقدر نفتحها؟ نبغى نفتح كل الطاولات قبل ما نترك الجزيرة. طيب نبغى نبني هذه كمان. شكلها كذا، شكلها يضحك. طيب ماني عارف راسه بالقفاه. طيب خليني اجيب الاشياء المطلوبة. ايش هذا؟ هذا فرن هذا ولا ايه؟ ايش اسوي فيه؟ احط فيه فيول كذا واشغله. طيب والله اشتغل فرن مرة، شكله خطير. طيب ايش يسوي؟ ما نعرف ايش يسوي بصراحة، بس قاعد يولع كذا. طيب اظن خلاص، اظن احنا دحين بس ناخذ معانا موية، ناخذ عصير الدبس، عصير التمر، ناخذ من الشجرة هنا من النخيل وننطلق. تمام، وداعا يا بيتي، وداعا هذه الاشياء اللي ما استفدت منها، وداعا ايها الفرن الكئيب. يلا مع السلامة، اخش السفينة حقتي. يا سلام يا سلام، شوف السفينة، تيك ذا هيلم. واو، يقول لك دحين روح للمنطقة. فين المنطقة؟ هنا. واو خطير خطير، شوف كيف الصوت، شوف الجزيرة حقتي. بيتي، حتركك يا بيتي، معليش معليش، نشوفكم. إلى اللقاء يا جزيرة، إلى اللقاء إلى الأبد ولا ما نعرف والله، بس حنشوف حنستكشف. شوف الجبل كيف، والله خطير خطير الأجواء. يلا روح انطلق انطلق، خلينا نروح للجبل هذاك. والله في جزيرة هنا في الوسط، بس ما هي المطلوبة. أروح لها أشوف إيش فيها، نروح نمر عليها نشوف إيش فيها. شايفين الجبل اللي هناك اللي فوق الطويل، هو المطلوب اللي أروح له. والله شكل السفينة حتطيح فيها، ما نعرف ليه حاسس إنها حتطيح فيها. وصلنا وصلنا، والله شوفوا كيف الشراع مقطع حالته حالة. يلا وصلنا عند الجزيرة ذا، بشوف إيش فيها. يا سلام، لو حصل فيها شيء مهم. يلا وقف يا حبيبي، وقف شوية. ايوه، واو والله شكلها خطير الجزيرة، شكلها خطيرة. فيها شيء؟ ما فيها شيء. ايش هذا؟ هذه حجار؟ لا ما ابغى حجار، ايش ابغى بالحجار دحين؟ طيب هنا دور، والله ما في شيء الجزيرة هذه. طيب يعني هذه المكان جينا له كذا عياقة. لا جوز هند ينفع، ينفع جوز الهند. طيب ما فيها شيء، بس فيها جوز الهند. خلينا بس ايش اروح للجزيرة هناك. يلا اظن وصلنا خلاص، قربنا، يبغانا نوصل لهذه الصخرة الكبيرة. يقول في كهف، خش جوة الكهف. طيب فين الكهف؟ ماني شايفه بصراحة. هذا كهف هنا ولا ايش؟ ولا ايش المكان هذا؟ والله شكله هنا. يا الله شوف الصخرة كيف، وطلعت ليفل 2 في السيلينج، وش يا هنا مرمية، وفي قارب هنا مكسور. وقف يا حبيبي، وقف 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 وقف. ايوه ايوه وقف، خلينا نستكشف هذا المكان. واو واو، يبغى لي اسوي ضوء قبل ما اخش جوا، الدنيا ظلام جوا. يلا سوينا لنا شعله، خلينا نستكشف الكهف. الكهف هذا عجيب غريب، يكون الكابتن وصل هنا ما تدري ايش هذا. اوه من الميت هذا الكابتن، والله غريب. ايش هذا الشيء اللي هنا مرمي؟ ما في شيء هنا. ايش في كتاب هنا؟ اوه يقول لك اثنين جايين من سفينة سانتا ماريا، سانتا ماريا كمان السفينة تكسرت. يا سلام، واحد طباخ واحد حقير من المدافع، اظن هذا الطباخ مات، وهذاك يقول لك راح طلع فعلا المكان يدور على اكل، شكله راح وما رجع. الله مشكلة. ايش هذا الكتاب؟ يعلم الطب هذا الكتاب. طيب بعدين نقرأ، مو ذحين وقته، نتعلم طب بعدين مو ذحين. طيب خلينا نطلع نشوف الرجال هذاك يدور اكل،
يقول لك راح يدور اكل وجاي وهذا شكله مات، والله ما نعرف كلهم ماتوا مساكين من السفينة الثانية يعني، كانوا معانا في نفس الرحلة يعني، بس نحن في سانتياغو. وايش هذا، ايش هذا اللي يلمع؟ يا سلام، جبنا الخمسة القطاع، جبنا الخمسة يا خطيرين. اظن احنا ذحين نقدر نروح منطقة ثانية صح؟ اتذكر يقول لك تقدر اذا جمعت الخمسة قطع تروح منطقة ثانية. حلو، طيب نحن فين بنروح ذحين؟ نطلع فوق مرة مكان عالي. ايش فيه؟ الله يستر لا يكون فيه وحش ولا شيء. اوه وصلنا وصلنا، والله حسبت المكان طلع برا بعيد. فين طالعين؟ اوه انتبه انتبه انتبه، فين فين الرمح؟ طيب حطينا الرمح عشان الطيور المزعجة هذه. شوف والله الرجال طلع فوق هنا مسكين. وذبحوه. مين ذبح الطيور هاي ذبحته؟ تعال تعال يلا يلا، واحد بيجي تعال انا اوريك. يلا اللي بعده اللي بعده هنا، انا لكم بالمرصاد. ايه ايه، انتوا ذبحتوا الرجال المسكين؟ ذبحوا الرجال المسكين ما هذا. شوف هذا يقول لك جاي يدور على اكل، جاي يدور على بيض، لكن لما جاي كان بيموت من الجوع. مسكين راح ياخذ البيض حقهم ذبحوه. يقول لك المهمة الجديدة تروح لسانتا ماريا، السفينة اللي ايش؟ اللي اتحطمت، السفينة اللي اتحطمت، شايفين في مكانها؟ يقول لك موجودة في مكان ثاني، شوف سانتا ماريا موجودة في مكان ثاني هنا في هذه المنطقة. اوه شوف يقول لك جبت كذا وجبت كذا، بقينا اظن السفينة ونقدر نروح عليها. حلو، طيب نقدر نروح الحين؟ يقول لك لازم تكون عند السفينة، لازم تكون فتحت السفينة وتروح للمنطقة الجديدة هذه. هذه المنطقة اظن لسه ورك ان بروجريس، نحن هنا بنروح المنطقة الجديدة، فاظن لازم نروح لايش؟ ايوه ايش هذا الشيء اللي هنا؟ نرجع الجزيرة حقتنا ومنها نركب سفينة اقوى من السفينة العادية، شايفين؟ لازم هذه السفينة اللي نسويها، مو السفينة الجربانة اللي عندنا. ما نقدر نروح المنطقة الثانية الا بالسفينة الجديدة. يلا نخرج نروح للجزيرة حقتنا، يلا نركب السفينة هذه حق سلام، بعدين نقول له انطلق للسفينة. اقدر اروح فاست ترافل، يا سلام، اها على طول اروح الجزيرة حقتي. واو واو والله وصلت الجزيرة. شوف لما تبني مينا يستقدر يسوي فاست ترافل. طيب اعزائي المتابعين، شوف السفينه حقتي بين الشباك، اظن يكفينا هذا القدر. المفروض الحين في الحلقه القادمه اننا نروح للمنطقه هذه، نسوي السفينه الجديده ونروح لهذه المنطقه. يلا في امان الله.